باذن الله نكون معاكم ونلبي كل رغباتكم وكل اهتماماتكم. بنبدا على طول وبيكون معانا فقره الصحافه ومتابعه اهم عناوين الصحف اليوميه. وكالعاده معانا ومنورنا استاذ الصحفي احمد سنجاب رئيس القسم السياسي لوكاله انباء. شكرا اسد، صباح الخير. صباح النور، اخبارك ايه؟ صباح الخير، اخبار كتيره. صباح الخير يا دينا. لا ما قلتش صباح الخير بقى. لا بس انا معاك يا شريف يعني. طيب ماشي اوكي. صباح الخير يا زين. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا فندم. نبدا على طول، تعالى نستعرض الاخبار وبعد كده ناخد التفاصيل. يلا صغيرين بالظبط. الاخبار صفحه واحد، مشاركه القوات المسلحه بالخليج وباب المندب. المصري اليوم الصفحه الاولى، الدمج يربك حسابات التعديل الوزاري. من الوطن صفحة واحد، تخطيط بتقول تعديل قانون التأمينات والمعاشات لرفع الأدنى للأجور مستقبلا. المصري اليوم الصفحة الثالثة، وزير الصحة يشكل لجنة لمراجعة أسعار جميع الأدوية. من الشروق صفحة واحد، عبد العال يصرح الوضع الاقتصادي حرج جدا. الأهرام الصفحة الثالثة، نقلة حضارية للخدمات الإسعافية. ومن المصري اليوم صفحة ثلاثة، القنصل الروسي أتوقع عودة السياحة خلال شهر. واخيرا طبعا يعني اكثر من مليون متظاهر ضد ترامب في مسيره نسائيه في جميع انحاء العالم. طبعا الخبر ده يعني النساء بالذات وحقوق المراه طبعا جاي على هوا كل السيدات في العالم كله يعني. متهيألي ايوه صح يعني اكيد مهم جدا يعني. مظاهره نسائيه بحته يعني. يعني بس الستات مبسوطين بترامب اكثر من الرجاله يعني. ماشي بس قصدي اقول ان فكره ان السيدات او النساء يعبرن عن ارائهن بشكل كده يعني كانت حاجه برضو منظر تاريخي مهم يعني. بالظبط، ومظاهره كمان منظمه جدا مشرفه جدا، ما حصلش فيها اي اعتداءات زي ما شفنا مثلا لحظه تنصيب ترامب، كان في اعتداءات في كل حته وكان في متظاهرين بيكسروا عربيات، لكن دي شفناها منظمه جدا لابسين بينك، نازلين بيعبروا عن رايهم، بيتكلموا في حد يعني. والله هو فكرني بمشهد 30 يونيو وما قبلها، كان برضو بتطلع المسيرات النسائيه، كان بيبقى شكلها شيك جدا جدا، بتطلع في اماكن معينه في القاهره كده، كان حاجه نموذج حضاري جدا جدا برضو. بس احنا خلينا نتكلم عن رد ترامب. حضرتك تابعت رد ترامب على تويتر؟ رد ترامب على تويتر على الاحتجاجات دي كان بيتكلم، طب ليه العدد ده كله ما شفناهوش في الانتخابات؟ لو انتوا ضدي قوي كده، العدد ده كله ليه ما شفناهوش في الانتخابات وما انتخبش؟ وجهه نظر. طبعا وجهه نظر تحترم جدا. يعني هو المطلوب ايه؟ يعني احنا بنشوف المظاهرات ضد ترامب، طب المطلوب ايه؟ بالظبط. يعني ترامب يستقيل مثلا؟ الانتخابات الامريكيه بطله؟ هي الفكره كلها ان هو مجرد انه تمام، احنا مش رافضين النتيجه الديمقراطيه، بس خليك عارف ان في جزء كبير جدا من الشعب الامريكي عنده كونسيرنز او عنده يعني تحفظات على 1 2 3 4 من السياسات المعلنه اللي اعلنتها في الحمله بتاعتها. بس واضح يعني. بس قصدي اقول انه يعني هو ده اللي هو احنا هم مش يعني هي دي فكره او ثقافه التظاهر حتى في العالم، هي دي ان هو احنا بنفكرك انه طيب تمام، بس خلي بالك ان احنا مع ان انت هتكون هذا الرئيس، بما ان انت بقيت هذه المسؤوليه، يبقى خلي بالك احنا لا، احنا ضد ان انت تبقى عنصري، ضد ان انت تبقى بتقهر بعض الفئات، ضد ضد ضد. فافتكر عشان احنا مش هننسى. وفي نفس الوقت هو رد ده الهدف المعلن يعني. رده كمان على تويتر انه الاحتجاجات مشروعه ومن حق كل الناس انها تعبر عن رايها. بس هي الفكره كلها هو طبعا ما بيردش، هو طبعا غير شكل على تويتر. شكل الفريق الرئاسي بتاعه، الفريق الرئاسي بتاعه اعتقد ان هو اكثر خبره من الفريق اللي اتعامل معاه في الحمله الانتخابيه، واكثر ذكاء في التعامل مع الناس. ولكن لو احنا بندي رساله، لو احنا بندي مجرد رساله لرئيس، فكانت الرساله ممكن توصل من مره من اثنين من خلال الفتره التي لم ينصب فيها. لكن بعد التنصيب واستمرار هذه المظاهرات ورجال اعمال كبار جدا في امريكا يعلنوا دعمهم لهذه المظاهرات، رفضهم لاداره ترامب والسياسيين وكل هذه الامور بتقول هي رساله ايه يا جماعه؟ مش دايما الديمقراطيه بتفرز الافضل. صحيح، مش دايما الديمقراطيه هي اللي بتعبر عن راي اغلب الناس، بس لان الديمقراطيه سلاح ذو حدين. صحيح. الأزمة الكبرى هي ليه أمريكا بتعاني من هذه الأزمة دلوقتي؟ لأنها لم تستغل الديمقراطية بشكل صح. الناس ما نزلتش، الناس ما اختارتش، الناس ما راحتش، فبالتالي الاختيار بيجي دايما على عكس إرادة الغالبية. هل الناس ما راحتش ولا الناس عايزة تشوف سياسة مختلفة؟ ما وعايزه تشوف كلام مختلف يعني. حتى ترامب في السبيتش اللي كان بيقولها اتهم السياسيين اتهام يعني مباشر،
ان امريكا انتوا استفدتوا من امريكا بس امريكا ما استفدتش منكم، المصانع مقفوله، احنا بنصرف فلوسنا بره، احنا محتاجين تشتروا المنتج الامريكاني. يعني كانت كل يعني السبيتش بتاعته كانت كلها موجهه للامريكان بطريقه مختلفه، يعني سياسه ترامب بقى مش سياسه امريكا زي ما قال ان احنا هنشوفه. يعني هو اعتقد ان ترامب سياسه رجل اعمال بالظبط، هو بيتكلم كرجل اقتصاد ورجل اعمال، وان امريكا متهيالي بالنسبه له يعني منتج هو عايز يكسب. أيوة. عايز يكسب بس لما دخل رجل الاعمال ده في السياسه الناس بدات تشوف لا الراجل ده مش هو ده اللي احنا عايزينه، مش هو ده اختياراته، مش هو ده اللي احنا كنا نامل او نطمح ليه. بالاضافه ان احنا شفنا كميه السخريه اللي كانت مصاحبه لحمله ترامب في فتره الانتخابات وما بعد فوزه بالرئاسه، اعتقد ان الامريكان نفسهم مش راضيين عن هذا الوضع او ما كانوش واخدين هذا الوضع على محمل. هنشوف اللي هيحصل. نرجع بقى للخبر الاول لان طبعا خبر مهم جدا، وهو زي ما قلنا مد مشاركه القوات المسلحه بالخليج بالمدى. دي مش اول مره الحقيقه، ويمكن ده شفناه في حرب الخليج لو مفتكر والى اخره. يعني طبعا احنا زي ما بيقولوا ايه فركه كعب مسافه السكه الكلمه الشهيره للرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوه الانتخابيه. فلما سئل عن امن الخليج فقال مسافه السكه ويمكن ده حاجه مهمه جدا ودور قومي وعربي هام جدا طبعا. وخليك كمان نقول ان ده تامين لحدودنا كمان، ده الاساس. يعني صحيح. النقطه الاولى، نقطه الانطلاق الاولى، ان ده تامين لحدود مصر. احنا عندنا المشكله ان الحدود الاساسيه لمصر كلها بتحطها المخاطر من كل الاتجاه. بالظبط. يعني احنا لو شفنا بحر الاحمر، لو شفنا البحر المتوسط باسرائيل، بالتركيبه في ليبيا، بالتركيبه في السودان، بكل هذه الامور هي حدود، يعني كان الله في عون القوات المسلحه ان هي حدود ملتهبه على جميع الجهات. دلاله بقى هذه المشاركه في هذا التوقيت بكل المعاني، يعني استراتيجيا اتكلمنا عنه بس قويا كمان. قوميا يعني رغم اختلاف وجهات النظر او الخلاف في بعض القضايا، ولكن تبقى مصر هي سند الخليج، ويبقى الخليج في امس الحاجه لمصر، والاثنين التعاون بينهم شيء اساسي لامن واستقرار المنطقه. واي خلافات بتحصل بين الدول او في خلاف في وجهات النظر بين مصر ودول الخليج او دوله من دول الخليج، ولكن يبقى في النهايه ان الاثنين مصلحتهم واحده وهدفهم مشترك ومصلحتهم مع بعض. طيب خلينا نروح لمصر. انا اسف، مصر يوم الصفحه الاولى قدمت يوربك حسابات التعديل الوزاري. والله هو حاجات كتيرة مربكة حسابات التعديل الوزاري، بس هو الهدف الأساسي دلوقتي احنا بنسأل، هو بنتكلم على دمج الوزارات. يعني دمج الوزارات هو ليه هنعمل دمج؟ يعني مثلا احنا عندنا القوى العاملة والهجرة كانت وزارة واحدة من تعديل الوزارة قبل كده، أو في الوزارة اللي قبل الوزارة الحالية، بعد كده جينا فصلناهم القوى العاملة لوحدها والهجرة لوحدها. طب ليه نرجع نحط الاثنين تاني مع بعض؟ مع ان الوزير ده خلاص بقى له وزارة وكيان وهيكل ونظام معين، والوزارة دي برضو بكيان معين، نرجع ندمجهم تاني مع بعض. عندنا وزارة الاستثمار مثلا والتجاره الخارجيه، عندنا وزاره الزراعه، وزاره الري، شويه الوزارات اللي تم فصلها. انا مش شايف اي جدوى بصراحه مقنعه لموضوع دمج الوزارات مره اخرى. انا ما اعرفش ايه السر ده، اكيد هناك سر او سبب بيدعو لده، بس لازم نشرح للناس احنا ليه دمج الوزارات. يعني على اي اساس فصلناها؟ هل تكلفه مثلا ولا يعني ولا دمج؟ مش اول مره تحصل، وحصل قبل كده ورجع فصلوها تاني. يعني شفناها قبل كده مع كذا وزاره. يا افندم حضرتك، كان في احدى الحكومات السابقه لما حصلوا فصل للوزارات بالزبط. تكلفه المطبوعات اللي اتعملت عشان الوزاره، يعني مثلا كنا بنذكر وزاره التموين والتجاره الداخليه، فخلينا التجاره الداخليه مثلا وزاره واحده، وزاره التموين ووزاره ثانيه اسمها التجاره الداخليه، فدي ليها مطبوعات ودي ليها مطبوعات بيروقراطيا كمان وكل حاجه اداريه. يعني احنا اذا كان الوضع الحالي في فصل للوزارات يبقى نستمر على هذا الفصل. الوزراء اللي ما بيقدوش بقى ده، وده النقطه الاهم، واحنا بنعمل تعديل وزاري ليه؟ عشان احنا عندنا ترهل في عدد الوزارات، ولا بنعمل تعديل وزاري عشان عندنا قصور في بعض اداء او في اداء بعض الوزراء، وهو ده اللي احنا محتاجين نقومه. طب عايز اعرف يا فندم، هل التعديل الوزاري ده هيشمل جميع الوزارات ولا وزارات بعينها؟ لا الحقيقه حتى الان المعلن ان هو تعديل وزاري هيكون متراوح من 7 ل 10 وزارات. التعديل الوزاري محدود، مش كل الوزارات يعني، اقل من نصف عدد الوزراء تقريبا. بس ليه واخد الوقت ده كله؟ يعني احنا بنسمع عنه بقالنا كتير من اول السنه، ويمكن كمان قبل اواخر السنه، ولا يحدث. ليه؟ في اعتذارات كمان؟ في اعتذارات، ده مشكله كبيره جدا بتواجه الحكومه. لان ناس كتيره بتتكلم كويس جدا وتنظر كويس جدا وتقول حلول كويسه جدا، ولكن ساعه المواقع التنفيذيه بيبقى صعب. واعتقد ان المواقع التنفيذيه بيبقى صعب لان اغلب الاماكن دلوقتي فيها اللي هو لوبي الفساد اللي هو المعروف، فبيبقى التحدي الاول للوزير ان هو ازاي يدخل يحطم
هذا اللوبي ويحارب الفساد. اعتقد ان الاجهزه المعنيه في الدوله تانية لازم بتقوم بدورها. واحنا شفنا نماذج كثيره خلال الفتره اللي فاتت، اخرها قصه رشوه مستشار وزير الماليه بالامس. الاجهزه الرقابيه في الدوله بتكثف جهودها خلال الفتره اللي فاتت وخلال المرحله الجايه، لان في قضايا هتكون اكبر بكتير جدا خلال المرحله القادمه كمان. الاجهزه الرقابيه شغاله على ملفات وشغاله على موضوعات مهمه جدا جدا. هل كل ما يتم التوصل ليه بيعلن ولا في حاجات ممكن تكون لا في حاجات يتم التوصل ليها ولا تعلن؟ طب وفي كمان متهيالي في قضايا مهمه جدا لم يتم الاعلان حتى الان عنها، يعني قضايا التمويل الاجنبي، قضايا فساد القمح، يعني في قضايا كتيره جدا ما تمش الاعلان عن نتائجها حتى. دي نقطه مهمه جدا في موضوع الشفافيه، ولازم الوزارات المعنيه برضو والجهات المعنيه تهتم بيها. وهنا دور اكبر كمان للبرلمان، يعني البرلمان زي ما اكتشف قضيه فساد القمح وادى في النهايه لان وزير بيستقيل بسبب هذه القضيه، المفروض ان البرلمان برضو لانه هو ممثل الشعب يتولى هذا الملف لغايه لما يوصل معانا لنتيجه نهائيه ان في فلان وفلان 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 اتحاسبوا، وان بالزبط. الناس دي المحاسبه دي مهمه جدا بالزبط. جدا. فده نقطه اساسيه يعني. بالاضافه لان احنا بنشوف القضايا اللي تم اكتشافها مؤخرا، سواء قضيه الرشوه الكبرى بتاعه مجلس الدوله او فساد وزاره الماليه، شفنا في جهاز 6 اكتوبر الرشوه اللي فيه، شفنا في عدد من المحافظات. السؤال الاكبر بقى هو لسه في ناس بعد ما بيشوفوا الكلام ده بياخدوا رشوه لغايه دلوقتي؟ ما هو دي مش يعني او ده الهدف. اعتقد انه مع كل هذه الاعلانات، اعتقد او كل هذه كل هذا الصخب الاعلامي المصاحب لهذه القضايا، اعتقد اللي مطلوب هو او يعني مرجو انه يردع بقى اي حد بتسوي له نفسه ويفتكر ان البلد ما لهاش صاحب زي ما بيقولوا، انه لا، ان هو مش بس ممكن يشهر بيه، ده كمان ممكن يعني ده سمعه وده عيله وده اكيد بالظبط غير مستقبله. هو حر فيه، بس اكيد هو اكيد خايف على عياله وخايف على مستقبله. الناس كمان بتبقى فاكره انه خلاص في قضيه اتمسكت دلوقتي فخلاص كده الناس هتريح، الناس هتنام بقى عليه، فخلاص يعني مش هنكمل. يعني النموذج الكويس اللي احنا شفناه في هذه القضايا ايه؟ زمان كان يقول لك ايه، امسك الصغير، يعني تمسك الرشوه ابو 100 و200 اضرب المربوط اضرب المربوط خف السايق معروفه. لكن دلوقتي تجيب اللي بيقع اسماء كبيره وناس كبيره ومناصب حساسه، فبالتالي ان التطهير ياتي من القمه، وده شيء مهم جدا جدا. واعتقد ان احنا هنوصل للقاع قريب جدا يا رب. الخبر الجاي مهم جدا جدا ومطمئن لكل يعني اي حد طبعا، او يعني فئه كبيره جدا مهمه جدا في الشعب المصري، هم طبعا اصحاب المعاشات وطبعا الموظفين بشكل عام. تعديل قانون التامينات والمعاشات لرفع الادنى للاجور مستقبلا، وده يمكن المطالب الاساسيه اللي بقالنا بالسنين بنتكلم فيها. والله هو الحد الادنى للاجور والمعاشات لا تتناسب حاليا مع نسبه التضخم اللي وصلت 15% وفقا ما اعلنته الحكومه مؤخرا، فالنسبه دي كبيره جدا جدا وتحتاج الى اعاده النظر في الاثنين. صحيح. وده دور اكبر لمن طبعا احنا شايفين موازنه الدوله وشايفين ما تتحمله من اعباء، ولكن هناك امور بيتم توفيرها. يعني مثلا موضوع الدعم ده، وخصوصا دعم السلع الغذائيه اللي هو السلع التموينيه، احنا سمعنا ارقام متضاربه، اللي يقول لك هنعمل عن 1,000,000 واللي يقول لك 5,000,000 واللي يقول 10 واللي يقول 40,000,000 مواطن هيطلعوا بره منظومه الدعم وكل الحاجات دي. كل واحد بيسمع او بيحس ان هو المعايير لا تنطبق عليه ان هو يطلع من الدعم بيتعامل مع الموضوع باريحيه، يقول لك ماشي مش مشكله اذا كان الدعم ده، يعني الدوله بتديني 21 جنيه عشان دعم سلع غذائيه، اذا كان الدعم ده هيوفر مبلغ في ميزانيه الدوله انا مستعد اتنازل عنه. وناس كثيره اتعاملت مع الموضوع باريحيه. في المقابل محتاجين الدعم ده كمان يروح لاصحاب المعاشات، وده اعتقد ده اعلنته الحكومه بشكل واضح ان اعاده توجيه الدعم ليصل للمستحقين، اللي بياخد مرتبه بيقف عند سقف الحد الادنى للاجور ده يستحق الدعم. اللي معاشه لا يتجاوز، في ناس معاشاتها لا يتجاوز نصف الحد الادنى للاجور، ففي هذا يبقى الدعم بتاعه لازم يكون بشكل اكبر. والبرلمان اعتقد بيعد مشروع لهذا الامر، وهيكون في قرارات مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. المصري يوم الصفحه الثالثه، وزير الصحه يشكل لجنه لمراجعه اسعار جميع الادويه، ده خبر مهم كمان تاني. بالظبط، يعني دي اللجنه رقم كام؟ دي اللجنه كل يوم الاسبوع نقرا الخبر ده. يعني بس ممكن ياخد من جانب ايجابي انه في يعني احتر يعني او تقدير
للمعاناه اللي بيشوفها المواطن برضه في عدم توفر او غلاء اسعار بعض الادويه. هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا دايما احنا بنتعامل مع صيدليات، التكرار برضه مهم يعني. طبعا بنتعامل مع صيدليات او حاجه، فممكن بيعرف مثلا انك شغال في جهاز اعلامي او اي حاجه زي كده، فبيبتدي يكون حريص في التعامل معاك بالاسعار الرسميه. صحيح. انا شخصيا رحت اشتريت نوع دواء واحد بثلاث اسعار من ثلاث صيدليات، ثلاث اسعار مختلفه، منهم نوع كان مكتوب على السعر بتاعه 39 جنيه والصيدلي قال لي لا ده ب 69 جنيه دلوقتي، قلت له ده مكتوب عليه 39 جنيه، قال لي 69 والتسعيره موجوده. يعني حتى بيتعامل بجرأة في الموضوع، يعني ما بقاش اللي هو عنده لا ده في حد ممكن يبص، في حد ممكن يكتب، في حد ممكن ينشر، في حد ممكن يشوف، وبنكتب وبننشر ونشوف، هم بيتعاملوا بمنتهى الثقة. طب هل المواطنين بقى المفروض بقى احنا دورنا احنا ايه؟ هل نبلغ عن الصيدليات دي؟ في اكيد ارقام دور الرقابة مثلا، يعني اكيد في حل احنا كمان لازم كمان نشارك فيه، لان الناس الجشع وصل لمراحل بجد بجد مستفزة، فمحدش عارف يعمل ايه بقى، ومحتاجين متهيألي دور كمان للرقابة. محتاجين دور. اولا السبب في الموضوع ده كله ايه؟ السبب في عشوائية التسعير خلال الفترة اللي فاتت. بالظبط. تمام. ان احنا واختلافات كل شويه. بالظبط، وكل شويه احنا مش قادرين نوصل للتسعير واحده، وبعدين ايه لما نوصل للتسعير بين الحكومه وبين الشركات الصيدله يقول لك لا احنا ملناش فيها، احنا ما نعرفش باللحظه، طب احنا ليه ما خدتوناش في اللجنه، ده غلوا عليكم، ده قالوا مش عارف ايه ده. فبالتالي هي اللجنه الموحده اللي يكون فيها مشكله بين كافه اطراف المنظومه الصحيه في مصر، اللي هي تقعد وتقدر تحط التسعير المناسب، تقول ان ده يستاهل كذا، اللي يبيعه باكتر من كذا يبقى ده خلاص. دي ده رقم واحد. رقم اثنين يعني برضو في الاتفاق الاخير بتاع رفع اسعار 3010 صنف من الادويه كان في حاجه غريبه جدا، قال لك ان السعر المنتجات القديمه هتتباع بالسعر القديم والمنتجات الجديده هتتباع بالسعر الجديد. يعني معنى ذلك ان في نوع دواء واحد وده الخلاف اللي حصل موجود في الصيدليه هيتباع بسعرين، سعر قديم وسعر جديد. فانت تدخل الصيدليه تطلب نوع دواء يقول لك إيه انت عايز بالقديم ولا من الجديد؟ ما هو ازاي يعني كل ده عشوائيه، وزي ما اقوله ده يرجعها تاني ده زي كان بيحصل بالظبط في الاسواق وجشع التجار. بالزبط. ما هي بس في الادويه. بالزبط. بس الادويه ده صحه الناس وسلعه، يعني ناس كثيره ممكن تستغنى عن هدوم لما قلنا بلاش هدوم مستورده. أيوه. عن المشروبات اللي هي مستورده. بالزبط. عن دواء المستورده دواء. لكن الدواء صحه فعلا. بالظبط. طيب خلينا نروح للشروع كمان. بالظبط. الصفحه الاولى عبد العال يصرح الوضع الاقتصادي حرج جدا. احنا عارفين هو الوضع الاقتصادي تمام. ثم الخلاف كان في البرلمان حوالين ايه في هذا الامر. طبعا احنا كنا حتى ناقشناه هنا في البرنامج مره، اللي هو مشروع القانون بتعويض اصحاب شركات المقاولات عن الخسائر وفروق الاسعار اللي حصلت ما قبل التعويم وما بعد التعويم. يعني انا دخلت اخد شغل من الحكومه ب 4000 جنيه سعر طن الحديد، حاسبينه على 4000 جنيه، النهارده سعر طن الحديد تجاوز ال 10000 جنيه. طب ال 6000 جنيه دول مين هيتحملهم؟ طيب فطلع القانون من مجلس الوزراء بان الدوله هي اللي هتتحمل الفروق ده وتعوض الناس بالاسعار. متهيألي دي خطوه كويسه جدا. خطوه كويسه جدا. فرئيس ائتلاف دعم مصر تحدث في البرلمان وقال طب ليه الدوله لوحدها هي اللي تتحمل هذا الموضوع؟ طب ما يبقى تحمل فروق الزيادات دي بشراكه ما بين الشركات، تتحملها الشركات والدوله، الاثنين يتقاسموا الخسائر في هذا الامر. فبالتالي ده اثار جدل في البرلمان. اتواصل للدكتور علي عبد العال بيقول ان احنا في وضع اقتصادي صعب، وان احنا عشان نقدر نكمل المشروعات بنفس الوتيره وبنفس السرعه يبقى لازم التحمل على الناحيتين. يعني لازم كل الطرفين يتحملوا. ده الخلاف. بس هل الشركات هتقدر تتحمل؟ ده السؤال. ما هو احنا طيب. وضعنا الاقتصادي كلنا في نفس المركب. بالظبط. يعني مش عارفه الوضع بقى الموضوع عشان كده الوضع الاقتصادي حرج، لازم كل واحد يقدر يقدم يشوف هيقدر يقدم ايه ويقدر يعمل. طيب متهيألي خبر مهم جدا جدا، ونقله حضاريه للخدمات الاسعافيه. متهيألي مهم جدا الخبر ده. يعني ده حقيقي، يعني شهدنا خلال السنوات الماضيه تطور نوعي. صحيح. في الاسعاف. صحيح. وجهد كبير جدا جدا بذلته الدوله في هذا الامر. يعني احنا دايما لما يكون في حاجه كويسه لازم نسلط الضوء عليها، زي ما بنقعد نقول ازاي ومش ازاي. بالظبط. الخدمات، السيارات المجهزه، الاسعافات، سرعه الوجود. والله ده احنا بنشوفه على الطرق السريعه وحياه ربنا. يعني انت دايما بتلاقي بتعرف ان يعني بجد، يعني بعد الشر طبعا على السبعين كلهم، تعرف ان في
حادث من ان انت فجاه تلاقي عربيه اسعاف جايه من اي حته طالعه من عكس الطريق عارف ايه وتلاقيها فعلا جايه اسرع يمكن من الاهل الشخص ده. وفي نقطه مهمه كمان في الحته دي ان دايما ان احنا نقدر نحط الخطط من خلال الخبرات. يعني احنا اللي شهدته مصر او هيئه الاسعاف تحديدا من خبرات على مدار الست سنين اللي فاتوا من احداث ومظاهرات واحداث عنف والحاجات دي كلها ده كلها ده خبرات ازاي تقدر تحط خطه انتشار وازاي تتعامل. لا بس على السيارات المجهزه الحقيقه ويمكن لسه شايفين كمان دفعه جديده من السيارات انا شفتها لسه خدت لفت نظري حتى كان على محور 29 يوليو من يومين بالظبط. لا سيارات حاجه محترمه جدا وافتكرتها تبع حاجه خاصه بضرب عيني لقيتها هيئه الاسعاف المصريه مستعانوا بسيارات 4x4 يعني بالظبط. يعني طيب يعني هل ده ممكن يعني هل ده بنشوفه بس في المدن او في العاصمه سواء في القاهره او في المدن الكبيره ولا كمان بنشوف ده ممكن هي دي بقى الفكره يعني وصول وده بنتكلم مش بس على الاسعاف كده على التامين وعلى المستشفيات والكلام ده كله دي حاجه نشوفها في كل مصر اللي هي طبعا حاجه كبيره وصعبه جدا. شوف هو حضرتك لما تيجي تتكلم على كل مصر انت هتبرر هتكلم عن اغلب المناطق عن اغلب القرى عن اغلب المدن لكن الحقيقه ان في مدن هي اللي احنا بنسميها المدن او القرى الاولى بالرعايه اللي هي القرى الاكثر فقرا في صحيح. مصر يعني الناس دي ما عندهاش الاحتياجات الاساسيه اللي هي ميه في ناس لسه بتملى بالجراكم من الترع ما انا فاهم بس عايز اقول هل مثلا هل في خطه ان يعني او هل في رؤيه بس القرى والاماكن دي بتعتمد على اقرب مكان ليها الوحده يعني المركز اللي هي قريبه منه المستوصف اللي قريب منه المستشفى اللي قريب منه. الحقيقه احنا عندنا بنيه تحتيه للصحه في مصر مهوله بس غير مستغله بالظبط غير مستغله لانها تحتاج الى امكانيات سواء امكانيات ماديه او بشريه والتخلص من فكره العمل كموظف. لا وبعدين اقول لك انت بتعاقبني انت يطلع يتخرج يقول له يجي له التكليف بتاعه مش عارف كانه بيعاقبه يعني يبعته مش عارف اخر الدنيا ولا يبقى عنده مكان كويس يسكن فيه ومرتب قليل جدا ما يكفوش ان هو حتى ينتقل الى هذا المكان ويرجع. دي قصه كلاسيكيه بقى بالسنين بنعيشها الأخطر يعني الأخطر لا وغير الكادر كمان يقول لك يتعامل مع طب موظف انت تقعد عند 24 ساعه وراح 24 ساعه هو في دكتور هيقدر يعمل عمليه ولا يقدر يكشف على حد 24 ساعه يعني ايه دكتور يفضل صاحي 24 ساعه لازم اعاده نظر في حاجه زي كده بس عموما طبعا زي ما قلنا اي حاجه ايجابيه لازم نسلط الضوء عليها شكرك. ونقول برافو كده. طيب عامه يعني هنشوف ايه اللي هيحصل مع ترامب الحقيقه يعني انا في انتظار فعلا واضح. هو اول حاجه عملها ان هو لغى اوباما كير صح يعني ده اول قرار اتخذ هو بس هو لم يتخذه رسميا لم يتخذه لم يتخذ قرار هو في الطريق بس يعني يقال يعني هو طبعا عامل في خطابه الاخير تغيرت كثيرا لهجه ترامب ووعوده وكلامه مع الامريكان واعتقد ان لولا هذا الخطاب او الخطاب ده اثر في ناس كثيره جدا اللي هو خطاب التنصيب يعني خطاب التنصيب كانت تضاعفت احجام المظاهرات ولكن برضو المظاهرات دي لازم تقول هي عايزه ايه هل بتوجه رساله طيب الرساله وصلت وبعدين طب كفايه بقى اقعدوا في البيت طيب لا هناك ما هو اكبر لا بس انا عايز اقول لك برضه في ناس كتيره مش عايزه ترامب في السلطه بالزبط. يعني في ناس كتيره جدا من هيلاري في يعني في سياسات تانية مختلفه لان معظم حتى يعني اراءه مع حلف الناتو والكلام ده كله هو الراجل مش وانتد قوي يعني هو مش مرغوب فيه قوي يعني من العالم عامه يعني اول حوار ليه مع صحيفه بريطانيه ان هو يتحدث عن المستشاره الالمانيه وينتقدها انتقادات شديده جدا وخصوصا في قانون الهجره والحاجات دي مع انها بتطلع ايديا لانه حاجات زي كده والنيتو والحاجات دي فاعتقد ان هو زي ما بتقولوا غير مرغوب فيه ممكن كالعاده بستمتع جدا بفقرتنا معاك ايوه والله. سيد احمد سنجاب بنشكرك اكتر والله ميرسي جدا سيد احمد سنجاب رئيس القسم السياسي لوكاله انباء الشرق الاوسط نشكرك جدا جدا ونتمنى لك الهيله اوكي عندي فكره عظيمه طب خلينا بعد فاصل عشان هم عاملين يصوتوا ما هي يعني طيب. نطلع فاصل نطلع فاصل اوكي فكره عظيمه صح نطلع فاصل